من مزامير أبينا داود النبي: صالح هو التوكل على الرب أفضل من التوكل على البشر، صالح هو الرجاء بالرب أفضل من الرجاء بالرؤساء. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: الحق الحق أقول لكم، ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. فإذا عرفتم هذا فطوبى لكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، فإني أنا أعرف الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي خبزي رفع علي عقبه. الآن أقول لكم قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون إني أنا هو. الحق الحق أقول لكم، إن الذي يقبل من أرسلني فقد قبلني، والذي يقبلني فقد قبل الذي أرسلني، والمجد لله دائما.